كان في حد طلب مني يعرف ايه الفرق بين الريبوند الطبي اللي معاه سوست والريبوند الطبي لوحده، ايه الفرق بينهم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم ابراهيم مكاو وفيديو جديد. بصوا يا جماعه، بالنسبه للسفنج المضغوط ضغط بيبقى الضغط بتاعه 85%، ده بيبقى ناشف جدا. فطبعا في ناس كتير جدا حتى لو هو عنده مشاكل صحيه لازم ينام على الريبوند الطبي، ما بيعرفش ينام عليه منه يعني بيبقى حاد قوي. تمام، فالشركات عملت حاجه كويسه ان هي تديك الميزه بتاع الريبوند الطبي وتديك ميزه السوسه، اللي هي ايه بقى؟ عملوا الاسفنج المضغوط فوق السوسه، الاسفنج الطبي المضغوط فوق السوسه. تمام، فده ده 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 الفرق يعني. هو نفس الاسفنج الطبي بس ما بيبقاش بقى ارتفاعه 20 سم، يعني مثلا الريبوند الطبي فيه منه ارتفاعات، فيه 20 وفيه 15 وفيه 25. تمام، ده بيبقى طبقه مثلا 6 سم فوق السوست، فبتديك الميزه اللي هي بتاع الريبوند الطبي مع السوست، فما بتبقاش ناشف. ده الفرق بينهم يعني. ده موجود فين؟ في موديلات ايه؟ الريبوند الطبي في انجلندر اسمه سيتنج جلندر، سيتنج جلندر ده موجود منه 3 ارتفاعات 25 و15 و20. وعاملين بقى الريبوند الطبي ده موجود فين؟ في موديلات ايه في انجلندر؟ موجود في الكارس والكارس بلوتوب. تمام، الكارس والكارس بلوتوب موجود فيهم ريبوند طبي فوق السوسه، فبتديك برضه اللي هي تبقى في ناس بتقول عليها اللي هي النص طبي، يعني بمعنى ان هي فيها ريبوند طبي مع سوسه، مش سفنج مضغوط بس. عشان ضغط السفنج اللي هو الطبي 85% يعني بيبقى ناشف جدا. تمام، موجود في الموديل كارس، والكارس بقى موجود فيه الريبوند مع طبقه سفنج عاديه كمان اسمها سوبر سوفت مع قطن، فكويسه جدا. موديل كارس، كارس بلوتوب هو نفس تكوين الكارس بس بيبقى زياده عليه طبقتين تطريه فوق كمان. الكارس بلوتوب ده في السوسه المتصله في انجلندر يعتبر هو اعلى حاجه. تمام، فبيبقى ايه الفرق ما بين الكارس والكارس بلوتوب؟ الكارس ده بيبقى ارتفاعه 27 سم، موجود فيه طبقه سفنج سوبر سوفت وطبقه ريبوند توبي ووجهين قطن، طبعا كل وجهين. الكارس بلوتوب برده نفس المكونات بس زياده عليها طبقتين تطريه من الوجهين برده. تمام، ده الفرق ما بين الكارس والكارس بلوتوب. وده الريبوند الطبي بيبقى ارتفاعه 20 سم، بيبقى ما فيهوش سوست خالص، بيبقى سفنج مضغوط ضغط 85% قطعه واحده كده 20 سم، بيبقى ناشف. ده برده موجود في سيتنج جلندر والموديل كارس موجود. يعني موديل كارس يا جماعه زي الموديل ده كده، ده كده الموديل كارس، وده ارتفاع المرتبه بتاعته هي ده ارتفاع مرتبه اللي هي ده موديل كارس، وده ارتفاع المرتبه الكارس. تمام، كارس بلوتوب برده نفسها بس بيبقى فيها طبقات لحاف. الموديل السفنج الطبي بقى، السفنج الطبي ده، السفنج الطبي موجود هنا اهوت، يعني برده بيبقى ارتفاعه 20 سم وما بيبقاش فيه طبقات تطريه يعني ولا اي حاجه. اللي بياخد بقى السفنج اللي هو المضغوط، لو هو بقى لازم عايز ينام عليه وعايز برده يطر المرتبه شويه، ممكن ياخد لها طبقه تطريه اللي هي بتبقى فايبر تطريه، بيبقى في منه 6 سم وفي منه 14 سم. التطريه يا جماعه زي ده كده يعني. بصوا هوريكم برده اهوت معايا، ده طبقه التطريه اهي، اهي دي مرتبه التطريه اللي هي ارتفاعها 14 سم. ديت بتبقى كويسه جدا مع برده الايه السفنج اللي هو المضغوط لو حد عايز يغير. ده بص بتتحط بتتلبس على المرتبه بالاستيك ده كده، تنزل تحت المرتبه كده اهي، بتتحط بقى طبقه فوق كده، بتبقى جميله جدا وطريه زي ما انتم شايفين، فبتبقى مريحه يعني. فده كده يا جماعه الفرق ما بينهم. ولو حد بقى اضطر ان هو ياخد سفنج طبي وعايز يطر المرتبه، ياخد طبقه تطريه فوق المرتبه بنفس مقاس المرتبه، يعني المرتبه لو 120 في منها 120 او 160 في منها 160، ياخد طبقه تطريه بقى سواء 14 سم او 6 سم زي ما هو عايز. تمام، دعمونا دايما بلايك وشير واشتراك في القناه عشان نقول لكم على كل جديد. تحياتي لكم جميعا، ابراهيم مكاوي، شكرا.